صباح الخير لكم مشاهدينا بحلقة جديدة من حوار اليوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023. بهذه الحلقة بصيرني استضيف رئيس حركة النهج النائب السابق الأستاذ حسن يعقوب. أهلا وسهلا فيك أستاذ أهلا حسن. فيك، أهلا فيك. يعني ما زالت أكيد غزة هي التي تتصدر المشهد الإقليمي والعالمي. بدنا نبدأ من هون، خلينا نبدأ من صورة النصر العظيم اللي التقطها العدو الإسرائيلي بالأمس عند اقتحام مشفى الشفاء. يعني واضح حتى هو باعترافاته أنه هناك فشل استخباراتي كبير وفشل معلوماتي. إلى ماذا سيؤدي هذا الأمر؟ هل يعني يفعل أكثر وساطة صفقة التبادل بين الرهائن والأسرى أم إلى أين؟ تحية إليك وللمشاهدين. اولا الحديث عن هيدا الموضوع ببلش دائما بوجع وبالم وبحزن كبير، لانه الانكشاف الهائل الكبير اللي زيف الانسانيه وحقوق الانسان وبالعالم كله، سقوط العالم الديمقراطي بين هلالين او متقدم، يعني هو سقوط نحن كنا بنعرفه، ولكن اليوم الراي العام العالمي صار يعرفه. اليوم هاي المواجهة وهذا الإجرام وهذا الوحشية وهذه الإبادة الجماعية وارتكاب كل أنواع الجرائم، هذا غير مسبوقة في التاريخ. حتى اللي كانوا يحكوا عنه بالحرب العالمية الأولى والثانية، حتى الهولوكوست، حتى كل الجرائم اللي نحكى عنها بالتفجير النووي بهيروشيما ونيكازاكي، فظائع اللي عم يحصل بغزة لا يوجد له مثيل في العالم. بتخيلي انه الحرمان على كل المستويات الى مستوى المي والشرب، فبتشتت الدنيا من يومين، بتشتت الدنيا من يومين. هل كم ولد هودي اللي بيفرجوا قديش حجم الحياه والصمود وحب الحياه اللي موجود، بيروحوا بيقصفوهم لهول الاطفال امبارح. يعني هول الاطفال اللي بينوا على شاشات الكاميرات العالميه راحوا قتلوهم امبارح. تتخيلي في حدا بيروح مثلا بموضوع هيدا مستشفى الشفاء اللي صار لهم أسبوعين عم يحضروا البروباغاندا الإعلامية لعملية الهجوم عليه، وهلأ بنحكي خلفية هيدا التحضير. تخيلي مثلا بيفجروا مستودع الأدوية بقلبه. طيب أنت شو الرسالة اللي عم تخبرها للعالم فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ إلا أنه انتقام، إلا أنه وحشية، إلا أنه مظهر من مظاهر الحيوانة، يعني هلأ نحكيها بهذا الشكل. اليوم الفشل الزريع هيدا لن يكون الفشل الأخير. أنا قلت امبارح أو أول امبارح أن الخطأ اللي وقع على رأس هذا الكيان الغاصب اللي بيعتبره خطأ، اللي هو 27 7 أكتوبر، اللي هن صاروا يقولوا له السبت الأسود عندهم، هيدا ليس هو الخطأ الأكبر. الخطأ الأكبر هو قرار دخول غزة، قرار التوغل في غزة. والخطأ الذي سوف يكون أكبر وربما إلى مستوى الخطيئة، ارتقى إلى مستوى الخطيئة، هو أنه إذا توسعت هذه الحرب، وهلأ بنحكي عن هذا الموضوع وكيفية وإمكانية توسع هذه الحرب. اليوم ليجي يحط هيدي الصور اللي حطوها تبع تحت الأرض والغرف والأنفاق تحت مستشفى الشفاء ويشرح ويقنع الأمريكي ويقنع أجهزة المخابرات الغربية كلها أنه هذا الموضوع هيك، نحن هلا تاني مضطرين نعمل، لانه هونيك مركز القياده الاسوا السيطره واهم اماكن حماس، و يوصل لهونيك ما يلاقي ولا اسير، ما يلاقي ولا مسلح، يعمل هيدي المسرحيه الخايبه التافهه. هذا الفشل ليس فشل اسرائيلي فقط، هو فشل لاجهزه الاستخبارات السبع الكبرى في العالم، وتحديدا جهاز الاستخبارات الامريكي اللي عم يقبل بهيدي الأكاذيب والنفاق اللي عم يبعثه الإسرائيلي ليقدر يطلع من هاي الأزمة. اليوم حتى الإعلام، حتى أنتوا جماعة الإعلام من لاحظتوا أنه في فشل إعلامي، حتى يعني في عندهم مشكلة ما كان حدا عم يتخيلها أنه هاي موجودة، يعني حتى الدعاية السياسية فشلت. أحسنتي. وبالتالي هذا شو بيعطي؟ طب ما نحنا بنحكي انه هن عم يخططوا من زمان، وهن دايرين العالم من زمان، وهن الغرف السوداء المغلقه من زمان، وهن اللي بيعملوا شيء استراتيجي لعشرة وعشرين وخمسين ومئة سنه. يمكن صحيح، ولكن هي الصدمه جمدت لهم كل عقلهم،
جمدت لهم كل تفكيرهم. فعليا انكشف الزيف اللي هو مركب على الوهم، وبالتالي اليوم الأزمة والمأزق الحقيقي واللي بينعكس من خلال هذا الاستنفار العالمي وهذه الأساطيل هو الخوف من سقوط هذا المشروع اللي تخطط له من مئات السنوات واللي عمره الفعلي 75 سنة. هذا السقوط، سقوط الفكرة، سقوط المشروع، سقوط التخطيط، سقوط هذه الروح، أنا برأيي هذه الروح اللي هني بنوها بشكل كاذب الآن انكشفت وسقطت. مشكلة ما بعد 27 لن يستطيع أحد أن يعيد صورة إسرائيل القديمة ما قبل 27. هذه المرحلة ما بعد 27، بعد هذا السقوط وسقوط هذه الروح، إذا قلنا أنا بدي استخدم هذا التعبير، هو مقدمة الزوال لهذا الكيان. أنا عندي يقين بهذا الموضوع. وهلأ بنحكي بالتفاصيل على بعض الأمور والمؤشرات اللي بتأكد هذا المسار. هلأ عمليا صار لهم حوالي 17 يوم مبلشين بالعملية البرية، نحن باليوم 41 من ما بعد 27. ممتاز. ماذا حقق هذا الجيش الذي لا يقهر؟ ماذا حقق هذه الآلة العسكرية الضخمة اللي مزودة بكل التكنولوجيا وبكل الأسلحة وبأفخر وأهم أنواع الصناعات العسكرية بالعالم؟ ماذا حقق كل أجهزة الاستخبارات اللي ماشي وراء هذا الجيش الإسرائيلي وكل هذا الدعم اللوجستي والجسور الجوية؟ ماذا حقق؟ ولا أسير عندهم بإيدهم من حماس، ولا أسير، ما عندهم ولا أي فيلم أو صورة عن اقتحام ناجح حققوا فيه نتائج، ما عندهم في أي ثبات بأي نقطة موجودين فيها حتى الآن بهذا التوغل اللي قالوا فيها وهن معتبرين أنه أنجزوا، ما عندهم ولا تصريح، ولا تصريح قال على لسان المسؤولين الإسرائيليين، بقي من يوم ليوم هو نفسه. طب ألم يحققوا ألم يحققوا مزيد من الدعم العربي؟ لا، هني حققوا، يعني رسخوا أخذك على الموضوع العربي. بالموضوع العربي قصة تانية. أنا بدي أقول لك شو حققوا. هني حققوا غرق حقيقي بدماء فلسطين، غرق حقيقي بدماء هذه الأطفال. هني حققوا فضيحة تورط كبرى. يعني طبعا هني حققوا سقوط لكل هاي الصورة الكاذبة اللي كانوا عم يبنوها بالعالم، انه عندهم ديمقراطيه وانه هن بيهتموا بامور معينه الى علاقه بكريتير موجود اليوم بالنظم العالميه وبالامم المتحده و و و و هيدي العمليه كلها انكشفت بالكامل انه هي كاذب، هي غير صحيحه. كل الصوره السيئه اللي حاطينا على الفلسطينيين وعلى المقاومه بدات ترجع تاخذ موقعها الحقيقي والطبيعي، انه مظلوم هذا الشعب، انه هذا الشعب المنتهك حقوقه اللي عم يقتل. اصلا لم يحصل شيء في غزة جديد. نحن من 75 سنة الفلسطينيين هي وزاتها من مجزرة لمجزرة ومن كارثة لكارثة. انا بك تسمحوا لي يعني، وخلي المشاهدين يسمح لي بهذا الموضوع، انا ما في عندي اي مجال للمسايرة بالكلام ابدا ابدا ابدا. نحن من مدرسة اسرائيل شر مطلق. الامام الصدر بس قال اسرائيل شر مطلق، ما قال كلمة ممكن تلاقي مثيل لها حتى الآن، ولا مفردة بتساوي هيدي العبارة. هي شر مطلق. واللي بيعرف بعلم المنطق، المطلق هو لا يعطى إلا لأمرين، في الشيطان الشر المطلق والله هو الحق المطلق، بينهم كله نسبة. هن بالمطلق هن الشيطان، وبالتالي كل هذا الزيف اللي كانوا عايشين تحته وهمين في العالم ومسيطرين على الميديا بكل العالم انكشف. هلأ الترميم، كل ما عم يحاولوا يعملوا ترميم عم يفوتوا بانكشاف أكبر وبفضيحة أكبر. كل ما عم يتوغلوا، كل ما عم يحاولوا بدوا يحققوا إنجازات، عم يسقطوا أكثر بإخفاق جديد. الإخفاقات المستمرة حتى الآن هي الإخفاقات التي سوف تستمر إلى أن نصل إلى نقطة لا عودة منها، إما نقطة تفاوض حقيقي على مستوى استراتيجي ببحث بأمور ما كانت عم تبحث قبل بالتسويات، بحل سياسي يعني، وإما إلى صدام أكبر وتوسيع بالحرب أكبر وأمور لا نعرف
كيف تنتهي فعليا. نعم. ولكن نعرف أكيدا أنه ستنتهي على انهزام هذا الكيان الغاصب اللي احتل أرض لشعب معترين وإجا زور تاريخ وإجا هجر ناس وقتل أطفال وقتل نساء وعمل مجازر. نعم. ما حدا عمل بالتاريخ. أستاذ حسن قلت أنه المخطط سقط يعني منذ البداية، واليوم قلت الأمور تذهب يعني بطريقين لا ثالث لهما، إما التفاوض على حل سياسي وإما انهزام هذا المخطط. اليوم يعني عمليا إذا بدنا نحسب سقط معنويا هذا المخطط نتيجة سقوط يعني القناع عن الغرب وعن إسرائيل وكل ذلك يعني معنويا، ولكن عمليا القوة بيد هذا المحور الأمريكي الإسرائيلي الغربي، فينا ننكر هذا الشيء؟ لا لا لا، والذي ينفذ الأهداف، لأنه بنعرف أنه الحرب العسكرية هي أهداف اقتصادية ويعني كلها بتتلطى وراء الحرب العسكرية. طيب اليوم المخططات من قناة الممر بن غوريون وإيلات وغيرها، والمخططات الاقتصادية التي تناوئ المخطط الروسي والصيني وكل ذلك، اليوم القوة بيد أمريكا واضح. كيف سيسقط هذا المخطط في ظل هذه القوة وهذا الدعم؟ المنطق الطبيعي اللي أنت عم تتفضلي من خلاله بيعطي نتائج تعود عليها العالم، إنه إيه بس محل ما بيكون في موجود قوة قدرات فإذا بالنتيجة بده يكون في إنجاز وبالتالي تقدم وسيطرة. بهذا الموضوع المسألة معاكسة تماما. اليوم كل أنواع الدبابات وكل أنواع السلاح وسلاح الطيران والتجسس والاستخبارات والاستشعار عن بعد موجود اليوم مع الجيش الإسرائيلي. طيب إذا عنا كل هاي العدة وما عنا ناس، ما عنا مقاتل عنده روح قتالية يطلع ليستخدم هذا السلاح بالمعركة، إذا ما عنا شو استفدنا؟ صارت خردة. بالمقابل ما عندهم شيء، بس عندهم هيدا المشهد تبع هيدا المقاتل اللي بيروح ماشي يحط القذيفة على ظهر الدبابة. حدا بيتخيل هيدا المستوى من التناقض والتعاكس بين هاتين الروحين؟ تخيلي انت في واحد تحت كل النيران وتحت كل السلاح بيروح بيوصل على الدبابة بيحط عليها القذيفة ماشي، او عم يطلع مقابلة مباشر ويقصفها بقذيفة هو مركبها صنعها بإيده. هيدي الياسين 105 هيدي عبارة عن قذيفة بسفن مركب لها حشوة تانية لحتى تخرق وتفجر جوا. طيب انت عم تحكي عن هاي القوة العظمى، اليوم بس قالوا جابوا البوارج الأمريكية وبعدين جابوا الغواصة، وفي اليوم أكبر عجقة زحمة سير بالبحر المتوسط من الأساطيل مش هيك؟ طيب ما هلأ هاي على عظمتها وعلى قوتها وعلى التكنولوجيا اللي موجودة فيها، طيب ما هيدي كمان كارثة وبال عليهم. هذا التهديد اللي إجا من اليمن، هذا الموقف الكبير من اليمن اللي عمل فضيحة لكل العرب وهالمأزق الأكبر اللي عايشين فيه العرب، حكيتي عن العرب هلأ موصل بهذا الموضوع. اليوم البحر الأحمر في نكبة، تخيل امبارح وحدة من 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 أكبر البوارج الأمريكية بيقولوا دافعت عن نفسها، استعملت الدفاع عن نفسها فسقطت هاي المسيرة اللي كانت من اليمن. اليمن قالوا بنحملكم المسؤولية بك تدفعوا الثمن. حدا بيتخيل انه هيدي اللغة بالبيانات العسكرية بين أمريكا وبين اليمن الجريح اللي صار له عم يتقتل مدري قديش سنين؟ صحيح. هذا توازن منطقي حسب القوة؟ لا. شو التوازن؟ التوازن المعيار هو الروح. توازن. أحسنتي. مثل ما بلشت أحسنتي. قلت. أحسنتي. هذا الموضوع ليجي هلا باب المندب، باب المندب كله بحالة توتر وبحالة اضطراب، كل دول العالم بحالة اضطراب اللي فيه 40% من التجارة العالمية. من أول امبارح بيعلن السيد عبد الملك بدر الدين الحوسي تهديده الواضح بهذا الموضوع ليلهب قلوب العالم العربي والإسلامي وكل أحرار العالم، ويقولوا أنه يعمي في عالم عن جد بتوقف مع الحق، ويفضح بالمقابل كل هذا الزيف والسقوط العربي، وين الشهامي وين العزة وين النخوة وين الوقفة مع الإخوة؟ هذا كله سقط، هذا كله سقط بالمقابل. أنت عم تحكي عن إحياء روح هي موجودة لا يمكن أن تموت، كانت موجودة الآن عم ترجع تتوثب، مقابل روح ميتة كانت كاذبة عم تخبر خبريات أنه هي أصالة وتاريخ وكذا والنشامة. هذا الحكي كله سوا
الآن بهذه المعركة، بهاي المعركة الثقافية والمعركة الفلسفية إذا بدك بهذا الموضوع، نحن اليوم وهذا الحكي لكل اللبنانيين اللي بيقعدوا بيحكوا على قصة اوعى تدخلونا بالحرب اوعى كذا والمقاومة و و و و يا جماعة اسمعوا، بدك تعرفوا انه المتوحش الاسرائيلي ما حدا يتماهى معه بالكلام. نعم. يعني اي كلام بيتماهى مع الكلام الاسرائيلي مشكلة، خصوصا بعد هيدي الكوارث. انا بتحدى في حدا يوميا هاي المشاهد اللي عم تمر من قتل الاطفال والنساء وهذا القتل الذريع اللي عم يحصل اللي مش غير مسبوق، مش عم يبكي. اذا مش عم يبكي بيكون منو انسان. انا بتحدى حدا مش عم يبكي، مش بتحدى حدا مش عم تدمع عينه كل يوم على هيدي المشاهد. صحيح. طيب معقول يعني معقول بعدني عم خبر عن الاطفال اللي كانوا عم ينبسطوا بالشتاء يا حرام، ميتين العطش، عم يشربوا من السماء من الشتاء، اجت الطيارة قتلتهم. لأنه كمان عم بيقوموا بدور يفضح العدو يعني بممارساته. طيب. فإذا مين بعده عم يحكي على منطق له علاقة بأنه يتماهى مع شيء يقدم أمان على مستقبل ممكن نعيشه مع العدو الغاصب الكيان الصهيوني؟ نعم. مين بيقدر يقدم سردية بلبنان يقول فيها أنه والله نحن في حدا بيضملنا انه نحن نقدر نعيش بامان ونحمي حالنا اذا ما كنا اقوياء بالفعل واذا ما كنا عندنا توازن ردع حقيقي بالفعل؟ هون في اختلاف بوجهات النظر. اي وجهات نظر بعد هذا اللي عم يصير اليوم يعني. بعد هذا اللي عم يصير اليوم، بعد هاي الفضائح اللي عم تحصل كل يوم من هذا الجيش الذي لا يقهر اللي عم يصدر بيانات كاذبه، اللي عم يطلع لهم واحد ملتم اسمه ابو عبيده كل ما بيطلع بيرعبه وما عم يحكي كلمه الا هي الكلمه اللي عم تصير، وعم يكون محطاط بالمعلومات لحتى تكون المعطيات الحقيقيه على الارض اكبر من المعلومات اللي عم يقولها. سيادة عم يخبر على دبابات عم يقصفوها، عم يخبر على اليات عسكريه عم تعمل، عم يطلع لهم الصور. سيادة عم يخبروا هني عن اي شيء ما عندهم ولا دليل ولا اثبات. بلشوا بالمعركه من 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 كذبه الاطفال المقطعه رؤوسهم، عم يستعملوا اطفال فلسطين على انه اطفال اسرائيليين. هذا الامور لهذا المستوى من الفضيحة وصلت. نعم. انكشفت اليوم في مأزق حقيقي بالإدارة الأمريكية، اليوم بالخارجية الأمريكية معلوم شو صار بهودي الموظفين اللي رفعوا رسائلهم لبلينكن وبلينكن عم يعطيهم عذر، بالبيت الأبيض في نفس الشيء، بالبنتاغون في نفس الشيء، بالحزب الديمقراطي في نفس الشيء، بفرنسا في نفس الشيء، بكل الدول الأوروبية نفس الشيء. في حال الشرخ هائل بين الشعوب والرأي العام وبين الانتخابات المقبلة الأمريكية، كيف رح يأثر كمان على الحكومة المقبلة الداخل الإسرائيلي؟ بدي بعد الفاصل لو سمحت، لأنه كمان يقال أنه إذا يمكن إجت حكومة علمانية إلى إسرائيل قد تتغير الأمور نوعا ما، وبدنا نسمع رأيك أكيد بهذا الإطار وغيره من النقاط. مشاهدينا بعد هذا الفاصل خليكم معنا. منكمل معكم مشاهدينا بحوار اليوم مع النائب السابق الأستاذ حسن يعقوب رئيس حركة النهج. أستاذ حسن، كنت عم تقول قبل الفاصل يعني أو أنا كنت بدي أسألك عن تأثير الجو العام اللي خلقته طوفان الأقصى والإجرام الإسرائيلي الذي أسقط هذا القناع، كيف سيؤثر تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية قبيل أو عشية الانتخابات الأمريكية؟ شوفي، أنا ضد كل الكلام اللي كان يحلل على أنه الانتخابات كيف تتأثر والناخبين كيف بيتأثروا، وبالتالي خلينا نشوف كيف ندير الصراع لأنه هذه الانتخابات بتغير. نعم. اليوم شو الفرق بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري بأمريكا بالنسبة لإسرائيل؟ ما في فرق، بيزيدوا على بعضهم بخدمة إسرائيل وبالتقرب من إسرائيل. ترامب هو اللي أعلن على موضوع القدس وأعلن على موضوع نقل السفارة على القدس وفات بقصة الإبراهيمية وكذا. طيب إنه بايدن هلأ يعني إنه يعني هلأ بنقول إنه ترامب إذا بيجي أو بيجي حدا جمهوري بيعطي أقل، يعني الإدارة الأمريكية ذاتها الميديا بأمريكا والميديا بالعالم اللي تقريبا صارت واضحة من خلال هلأ هاي الفترة بأنه الصهيونية مسيطر عليها بالكامل. مسيطرها بالكامل، حترجع تدير الأمور باتجاه معين وتأخذ الاستطلاعات وهي شركات الاستطلاعات وهود الناس اللي بيعملوا بزنس بالاستطلاعات. أنا كله هوا ما بيفوتوا براسي. أنا بعرف أنه في موجة بدها تكبر أكتر وبدها تزيد أكتر، وبدو السلاح ذاته اللي استخدم ضد هاي الشعوب المستضعفة هو نفسه يرجع يرتد على صانعه، مثل
السوشيال ميديا، نعم، التليفونات، الانترنت، انعملت كرمال اهداف معينه. اليوم هي الوسيله الوحيده لنقل الصوره الحقيقيه من ارض المعركه، من الميدان. طيب كل هذه التلفزيونات وكل الفضائيات وكل الاقمار الصناعيه اللي كانت تسيطر فعليا على المشهد، اليوم ما عادش هي مسيطره على المشهد، مش قادره تحجب الصوره الحقيقيه عن الواقع اللي موجود. طيب هذا شو؟ هيدا بده يكبر هيدي الموجة الاعتراضية وموجة الفهم وموجة الوعي عند شعوب العالم. اليوم المشهد عند الغرب، عند شعوب الغرب، المشهد عند الأمريكان، الشعب الأمريكي، المشهد بغرب آسيا، شيء مرعب، شيء مرعب للمشروع الصهيوني. يعني كان صار لهم مدري أداي عم يعملوا سردية طويلة عريضة، عم تجي هلأ بهاللحظة تبين أنه قناع فاقع ليس له قيمة سقط. خليني يفوت على الموضوع الاستراتيجي فيما يتعلق بالعم يحصل هلأ، ونحكي بشيء ومعلومات ما انحكت. أولا أنا برأيي الحديث الدائم على موضوع وقف إطلاق النار والمنادات بوقف إطلاق النار، حتى القمة العربية والإسلامية اللي طبعا ما بتحرز الواحد يتوقف عندها، كل هذه المواقف أنا برأيي خارج السياق. وقف إطلاق النار لن يحصل إلا من قبل الإسرائيلي، الإسرائيلي اللي بده هو يحتاج لوقف إطلاق النار، والإسرائيلي هو اللي بده يطلب وقف إطلاق النار. أما الطلبات اللي بتجي من كل العالم، حتى هاي الإنذارات الأمريكية وقصة الأسبوعين اللي نحكي عنهم مؤخرا فيما يتعلق بآخر مدة معطاءات لإسرائيل، هيدا كله تقديرات بالعسكر وبالأمن لتوصل للسياسة. نحن المعيار عنا بده يطلب على أساسه المعيار اللي صار معنا بال2006 مع إيهود أولمرت، المعيار تبع 33 يوم بحرب تموز 2006. كل العالم مفكرة انه هودي الجهابزي هون قصة 17-01 وقصة الانجازات، كله مش مزبوط. انا هذا الملف متابعه بكل تفاصيله. 17-01 هو دون المستوى من الواقع اللي كنا فيه بنهاية الميدان بوقتها، دون المستوى ابدا. كان في قبلها شيء اسوأ اللي هي النقاط السبعة تبع فؤاد السنيورة اللي كانت عم تنطرح باول اسبوع من الحرب. الميدان فعليا انه إيهود أولمرت صار يصرخ للغرب وللامريكان انه دخيلكم وقفوا الحرب، صار يطلب انه وقفوا الحرب، ولكن ما بتقدر اسرائيل تقولوا نحن يعني اختنقنا، ما عاد فينا نكمل، جيشنا حينهار الى اخره، وقفوا الحرب. وبتتذكروا انه ب 12 اب، ب 12 اب كان يوم سبت بتذكر، تم اقرار 17-01 على اعتبار انه يحصل فورا وقف تنفيذه، وانقطع مهلي انه تنفيذه صباح الاثنين ب 14. تبين انه كل هذا الحكي بلا طعمه. كانت اكبر هجمه حضر لها الجيش الاسرائيلي هو السبت والاحد اللي صارت فيهم مجزره وادي الحجير للميركافا، اللي كان مفاجئ اكبر وصادم اكبر للاسرائيلي، وخليه كمان يعني بسرعه التنين يصير في وقف اطلاق نار، او بالاحرى وقف الاعمال العدائيه، لانه حد هلا ما في وقف اطلاق نار يعني من خلال 17-01 لحد هلا. على فكره ما في عندنا وقف اطلاق نار، يعني بال 17-01 ما طلب وقف اطلاق نار. فاذا امر الواقع الميدان، الكلام اللي قاله السيد حسن هذيك اليوم فيما يتعلق بالكلام للميدان هو، وهذا اخر كلام، هو الكلام الصحيح. لانه فعليا التدرج فيما يتعلق بالمعركه، التدرج بتطورات هذه المعركه، التدرج فيما يتعلق بالجنون اللي ممكن يستمر من خلال الموقف السيء والمربك لنتنياهو بالداخل الإسرائيلي. تصور التناقضات اللي موجودة الآن، عم تحكي عن شعب إسرائيلي كله مع الحرب، لأنه مقتنع أنه إذا ما استردينا الهيبة، إذا ما عملنا إنجاز، إذا ما قضينا على هيدا الخطر اللي بيّن نحن صرنا بخطر وجودي، فبالتالي هني ماشيين بهذا الموضوع، والإعلام ساعد بهيدي القصة. بالمقابل كنا ب 76% من حوالي أسبوع، صرنا أكثر من 80% هلأ ضد نتنياهو بأنه يستمر. امبارح بالمعارضة يائير لبيد عم يطالب بإقالته لنتنياهو حتى وقت الحرب هلأ، وبالتالي في هناك إقرار بفشل إدارة وقيادة نتنياهو. فإذا تصوري أنت مجتمع إسرائيلي مع الحرب، ولكن قائد الحرب مشكك فيه، قيادة الحرب مشكك فيها، كل العالم تعرف الخلافات الموجودة داخلية، هذا بتنعكس كثير سلبي على إدارة المعركة. هل من الممكن أن يتغير يعني هذا عم يزيد كرئيس حكومي خلال هذه الحرب؟ إذا بدها تطول، الحرب طويلة، إذا بدها تطول. شو يعني الحرب طويلة؟ الحرب طويلة يعني واقعة بين مأزقين. المأزق الأول
انه لابد من انهاء هذه الحرب على انجاز معين يرد يعني يسترد بعض جزء من هذه الهيبة اللي انكسرت بسبعة اكتوبر. بالمقابل لا يمكن الاستمرار بالحرب من دون انجازات، وبالتالي من اخفاق الى اخفاق، وبتصير الروح المعنوية تنهار اكثر واكثر للآلة العسكرية الاسرائيلية. ثلاثة اللي هو اهم، من يعلم ماذا تخبئ المقاومة من المفاجآت؟ من يعلم التدرج باستخدام أسلحة معينة خلال المعركة؟ أنا عم تدرج صعوداً. هلا أنا عم بحكي كلام أنا مسؤول عنه، مش نزولاً، كلام حتى مهم. بالأسلحة والنخب اللي عم طالما الصواريخ بعد عم تطلع من الأماكن اللي بيعتبر حاله إسرائيل يتوغل فيها، عم يطلع منها على تل أبيب وعلى عسقلان. طيب ساعة اللي عم يصير هذا الموضوع، هذا ماذا يعني؟ يعني انه لم يحصل سيطرة ولا تثبيت قوات بأي مكان من الأمكان. هلا نحن بنشتغل سياسي ما بنفهمش بالعسكر، بس انه نتيجة كل اللي مر علينا بحياتنا بالحد الأدنى في بعض الأمور صارت مسلمات. اليوم هيدا المأزق اللي عم يتدرج فيه الجيش الإسرائيلي شوي شوي، اللي عم يخفي عدد قتلاه، اللي تخيلي انت مثلا عم يحكي ب 360-370 قتيل من الجيش الإسرائيلي، اللي تقريبا اكثر من عدد من 320 راحوا ب 7 اكتوبر، عم يقولوا بس 40-50 لحد هلا. تخيلي انت انه لو اكيد عم نحكي فوق ال 160-170 آلية عسكريه تدمرت، في بعض الحسابات دمرت بتضم اكثر من عدد من احسنتي، ما هيدي القذيفه بتعطي 5000 يعني الحراره تبعها 5000 درجه بس تخرق لجوا، يعني بتفحم كل الموجودين، يعني ما بيطلع ولا مخبر من جوا. إذا فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة، بتسع بين الأربعة والستة. طب يعني ألم يقتنع؟ خيالي قد صار عددهم اللي راحوا. أستاذ حسن، ما في اقتناع بعد لدى قيادة هذا العدو بأنه أفق الإنجاز اللي عم تتفضل فيه، اللي عم يبحث عنه، غير موجود؟ أو لا، في بعد شيء عملها يعني الجيش؟ هني عم يراهنوا على أمر واحد، ما في غيره. هني عم يراهنوا على أمر واحد، يكون فعلا صار في انهيار بالمنظومة العسكرية تبع المقاومة تبع حماس، يكون بعده لحد هلا إذا ما ظهر ويظهر فجأة. هذا من جانب. جانب تاني إنه يكتشفوا فعلا سر هذه الأنفاق، وبالتالي يقدروا يتوغلوا فيها أو يدمروها أو كذا. حتى الآن مش حتى الآن ما اكتشفوا، لو اكتشفوا كنا شفنا، لأنه امبارح كانوا عم يخترعوا هذا الشيء اللي ما بيعرفوه. الشيء اللي ما بيعرفوه، أنا طبعا ما بعرفه، أنا بقدره، بس الأكيد انه 27 اللي تخطط له واللي تسوى له. شوفي نورة، الاسرائيلي هيدا هو الاسرائيلي، ما تغير. الجيش الاسرائيلي هذا هو، عم يتطور وعم يجيب تكنولوجيا اكثر وعسكر والى اخره، الموساد الى اخره، هذا هو. الفلسطيني كمان هيدا هو، هذا ذاته الفلسطيني اللي بلش من الكوفيه بالاول، محاول العمليات كذا. هذا الاسرائيلي وهيدا الفلسطيني، تاريخيا 75 سنه هذا الصراع، ما كان في هذا الإنجاز وهذا التقدم الكبير. شو صار بسبعة تشرين؟ شو تغير لحتى صار هذا الفلسطيني يستطيع أن ينجز بهذا المستوى الكبير؟ شو صار؟ أولا، في طريقة مختلفة تماما بطريق بالتفكير تغيرت، في إعداد كبير كتير تغير، في تخطيط كتير كبير تغير، في تشكيلات، في إشراف على تشكيلات، في عمل اختلف تماما. هذا هو اللي تغير. يعني عم بتشير لدخول يعني عنصر خارجي. مزبوط. هو اللي دعم، يعني واضح. أنا بالنسبة لإلي، أنا بس هون شو تغير بالتفكير الفلسطيني؟ هذا المعرفة، هذا التنظيم، طريقة واضحة، تنظيم الإعلام الحربي، تخطيط واضح، معالم ومن وين عم نحكي. التدرج نحن بالتخطيط عندك، عم تحكي في عقل بارد، في عقل عم يخطط، في شيء عم يبني حجر فوق حجر بهدوء وبرواء وبدراسة، عم يعمل كل الحسابات وكل ردة الفعل. لعيب شطرنج اللي عمل هذا الموضوع، لعيب شطرنج بالكامل. مش بيعرف الحركة الثانية والثالثة والرابعة بيعرف لآخر الحركة لحد للكش ملك، بيعرف هذا الموضوع. وبالتالي في شيء اختلف تمام، بس أهم من هاو كلهم اللي اختلف بالموضوع الفلسطيني، وهي رسالة لكل واحد بيقول أنا مقاومة، ولكل واحد بيقول هذا اللواء أنا فيه. اللي اختلف هو الإيمان. اللي قاله الإمام موسى الصدر، واللي سبب وجزء أساسي من تغييبه هو والد الشيخ محمد يعقوب، وهي هالجملة
اللي قال له اياها لابو عمار بالاونسكو، قال له اعلم يا ابا عمار ان شرف القدس يأبى ان يتحرر الا على ايدي المؤمنين. ما حدا بيقدر يحرر القدس الا المؤمنين من المسلمين والمسيحيين. اللي بيحرر هو المؤمن اللي عنده هاي الروح، اللي عنده هاي الإمكانية، اللي بيقدر من خلاله يواجه النار بالجسد العاري، اللي بيخلي هيدا الطفل عن جد ما يخاف، اللي بيخلي هود الناس بمستشفى الشفاء أول امبارح كل الليل بعد دقائق بده يفوت جيش إسرائيلي وهن عارفين حاله أنه مشاريع شهداء كلهم بده يموتوا كلهم. العالم اللي تحت التنفس الاصطناعي والجهاز الطبي كله واللاجئين كلهم اعتبروا حالهم انهم حيكونوا اموات، وعملوا فيهم شيء مخزي جدا. تصرف الاسرائيلي بطريقه فعلا ما بطل يعني فرقه معه صورته. هذا بيعني بطل بده يمثل، خلص، عرف انه التمثيل انتهى. شوفي هيدي قصه التمر اللي عملوها بعدين سحبوها من الموضوع، انه قد سخيفه جدا. وبالتالي انا بقول لكل واحد حر، لكل واحد عنده شهامه، لكل واحد يا خي من ظهر بيه بقول له انه يا عمي ما في مجال حدا يشوف هيدا الشيء اللي عم يصير ويبقى على الحياد. نحن مش مطلوب منا انه والله نقول منا نحمل سلاح ونروح هلا نقاتل ونفوت وكذا، مش طالب منكم هيك، بس بالحد الادنى داخلكم بانفسكم جوا، بروحكم جوا، لك بعروقكم، بعروق دمكم، كيف بتقدروا تشوفوا هيدا المشهد من المقتل الجماعي، الاباده الجماعيه اللي عم تحصل اليوم بهذا الشكل وتقول انا ما خصني؟ انت ما بتعرف انه هيدا بتنفي عنك سمة الإنسانية؟ نعم. ببطل إنسان. خليني كفي بالموضوع استراتيجي. بالموضوع استراتيجي أنا بدي أسألك أنا سؤال عن يعني عن ينحكى عن خطة أمنية لهذا القطاع في المرحلة المقبلة. يعني إحنا عم نحكي نظريا أنه المقاومة أكيد واقع فاعل وعم نشوف بعيوننا، بس بالنهاية إذا تسلم القطاع لإدارة معينة عم ينحكى عن خطة أمنية مشتركة بريطانية أمريكية وإسرائيلية. يعني هون لوين بتكون رحت؟ بس كفي قبل فكرتك نورا، تذكري شو صار معنا بال 2006؟ تذكري السقف اللي حطه إيهود أولمرت بال 2006 أول المعارك، وين صار بآخر المعركة؟ بلش بأول المعركة باجتساس حزب الله، اجتساس المقاومة وتدمير كل شيء له علاقة بالبنية التحتية للمقاومة. وصلنا بآخر فترة لكيلو متر شريط، بلش يتدرج هذا المستوى، بعدين وصلنا لاخر فتره 17-1. يعني شايف هذا السيناريو؟ قدموا السياسيين بلبنان خدمه مجانيه، بعض العملاء بلبنان خدمه مجانيه انه يحطوا اليونيفيل من ميلتنا مش من ميله اسرائيل. ماشي، هذا اللي صار. ولكن شوفي وين السقف اللي بلشت فيه 2006 وين خلصت اليوم. بلشوا بقصه عم تحكي حماس اقتلاعها، عم نحكي عن انه لا وجود بالعالم لشيء اسمه مقاومة حماس، عم نحكي على قصة انه والله داخل غزة من دون حماس، عم نحكي عن سيطرة كاملة لإسرائيل على غزة، وا 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 مجموعة هذا حكي بلا طعمي. الحكي الحقيقي الميدان بده يثبته، الاسرائيلي بده يضل ينزل سقفه ينزل سقفه ينزل سقفه ليوصل لمطرح هيدي العائلات الإسرائيلية تبع الأسرى اللي عم تتظاهر قدام نتنياهو. نعم. قدام مركز مجلس وزراء وزارة الخارجية. اللي نحن مش عم نسلط الضوء عليها والإعلام تبعنا والإسرائيلي عم يعتم عليها. هيدي عملت له كارثة، عم تخنقه لنتنياهو، هيدي عم تزيد. كان عندنا تبع الأمهات الأربعة بالزمانات، أمهات الأربعة كان سقطت حكومة هونيك، عم تحكي عن 250 عم يقتلوا علنا تحت القذائف، وعم يطلع أسرة عم يلعبوا لعبة نفسية، المقاومة عم تلعب لعبة نفسية هائلة. هيدي الأسيرة اللي هيديك اليوم طلعوا لها الفيلم اللي كانت عم تحذر اني انا موجودة وكذا وتركوني والى اخره، تطلع انه اخشي جثة هامدين قتلت وغيرها. هيدا النموذج اللي تقدم بانه هودي اثنين الختيارية اللي تركوهن، هاي المرة وبنتها اللي تركوها مجانا، هيدا عم يعطي الصورة الإنسانية، الصورة الحلوة تبع الإنسان. مقابل الوحشية الرهيبة اللي مش عم يقدر يبررها نتنياهو قدام الناس الإسرائيليين اللي صلهم 75 سنة عم يكذبوا عليهم ويقولونهم أنتوا أرض الميعاد وشعب الله المختار، أنتوا ما في قوة بالعالم بتمسكم بأذى، أنتوا فوق القوانين بكل العالم، أنتوا محميين. تبين بلحظة أنه أمن مستباح، الأرض مستباحة، هن عايشين على شيء هوائي غير صحيح من الأمن ومن الاستقرار. لا بل بالأكثر، إذا هلأ أول لحظة بتخلص الحرب المستوطنين اللي بدو يغادروا إسرائيل
اللي بده يغادروا إسرائيل حيكونوا أعداد هائلة جدا. بالزمانات بمؤتمر مدريد وقت اللي رفعت صورة إسحاق شمار، رفعها يومتها فاروق الشرع لجريدة بريطانية بتفرجي على أنه إسحاق شمار كان رئيس عصابة ببريطانيا عم يهاجم ويحرق منازل ومحلات اليهود ببريطانيا لحتى يهاجروا يفلوا على فلسطين، كانوا عم يشتغلوا معهم بالترغيب والترهيب. بيوصل الإسرائيلي على إسرائيل خلال 24 ساعة بينعطى باسبور إسرائيلي، بينعطى بيت، وبينعطى شغل. هلأ وبينعطى شغل. كل هاي التسهيلات بس لحتى بس ينعملوا دي ان اي انه يهود، ما بعرف كيف هيدي الدي ان اي، وبيطلع انه اخر شيء بينعملوا هو هيدا. بعد فيك تجيبي منه منين بدك تجيبي هيدا لحتى تقولي له انت جاي تعمل هذا الموضوع استراتيجيا؟ كندك هيدا المأزق استراتيجيا، كيف رايح استراتيجيا؟ وين بتشوف قطاع غزه بالمرحله المقبله؟ اليوم اثنين سيناريوهات حكمين هيدي المعادله لا ثالث لهما. السيناريو الاول ان يستمر نتنياهو يستجر الوقت، لانه بيعرف انه اليوم الاول اللي بتخلص فيه الحرب اليوم الثاني هو على الحبس، على مصير سيء جدا جدا، اكثر من حبس اظن، لانه بده يحطوا يصبوا غضبهم كله علي بهذا الموضوع. بده يحاول يطول قد ما فيه، اذا بيقدر يجر دول عظمى معه بهذا الموضوع عم يحاول، ولكن هو مردوع ومكبوت بهذا الامر، لانه مسيطرين بشكل كامل بالعسكر وبالامن الامريكان. ولكن هو بده يجرب يحاول. التقارير الاستخباراتية اللي عم يسربها بس كمان الأمريكي، ما بلشنا حديثنا أنه كمان عم ينجر، يعني عم بيكون مرآة هو الأمريكي للروايات والمزاعم الإسرائيلية. الأمريكي يعني آخر شيء بدك تشوفي مين بدل ما هو يعطي العميقة المعلومات، الدولة العميقة الدولة العميقة اللي بتعتبر أنه المشروع الصهيوني هو إلها بالكامل، هو ملكها، هو أداتها المتقدمة بهذا الموضوع، هو بخطر، وبالتالي مصالحها بالشرق الأوسط كلها بتكون بخطر إذا تهدد هذا المشروع. هيدي هي اللي عم تقبل كل الإدارة بهيدي التقارير اللي عم تجي، وبالتالي عم تمد أكثر لنتنياهو. هذا الأمر حقيقي عم يخلي الأمور تستجر بهذا الشكل. ولكن آخر شيء في فاكت، في وقائح ما حدا بيقدر يمحيها، مثل قصة مستشفى الشفاء من أسبوعين، دعاية طويلة عريضة، الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي عم يشرح صور وعم يشرح كذا، وأجهزة الاستخبارات وعنا معلومات وإلى آخره. سوقوها والأمريكي اقتنع فيها ومقتنعين فيها، وما بتعرف إذا جاي من عنده، بالعكس كمان يطلع يخشي مستشفى الشفاء في هيدا الكلاش اللي صوروه اللابتوب. يعني هيدي العملية، عند العملية بتفرجي قديش فيها شاشة بمنظومة الأمن، قديش فيها جيش بالتركيبة الأساسية، طبع أصل الصراع، طبع أصل بناء المشروع والقضية بهذا الصراع. اليوم الخطين هن التالي، إما بيكملوا يستجروا الوقت لنتنياهو، وهيدا اللي هو مسوق بأنه إطالة الحرب، إلى أن إما ينجز شيئا بالميدان يشبه اللي أنا حكيت عنه بأول يوم، جعل المنطقة أرض غير صالحة للحياة، وبالتالي استهداف هيدي المستشفيات واحد وراء الثاني مثل ما استهدف قبل كل وسائل الحياة من ماي وكهرباء و و و و وتهجير الناس شمالا جنوبا، بيضربون على الطريق، بيرجع بعدين بس يخلص شمالا بيروح لهم جنوبا، بيبلش فيهم يلا بنرجع على المشروع الأساس اللي طرحه بلينكن تاني يوم بقصة سيناء وبقصة التهجير. وقام المصري قال لا ما بدي، وقام الأردني خاف على موضوع الضفة يجوا لعنده إلى آخره، واني كلهم هودي ما خصهم بأنه يقولوا، يعني بيقولوا لهم قولوا، عرفتي شو؟ ولكن هيدا الموضوع بيكمل فيه بهذا الشكل إذا ضل ماشي الحال، بيوقفوا عمل كبير من المقاومة يؤذي بشكل هائل الجيش الإسرائيلي، وما يروح 2 و3 و5 و10 من الإسرائيليين كجيش، يصير في صدعة كبيرة بالعسكر. هذا وارد بأي شيء مختلف على مستوى الأمن. هيدا بيكون إنجاز، يعني هيدا بيخلي آخر شيء يقول، يصرخ الإسرائيلي يقول بدي وقف إطلاق نار من تحت الطاولة، طبعا بيطلع العلن بعكس معاكس، ولكن بيطلع هاي. نحن اليوم هلأ بالتكتيك، نحن أمام مشروع هدن، مثل القرار اللي طلع امبارح بالأمم المتحدة، القرار الهزيل اللي طلع، مشروع هدن، مشروع بداية تبادل أسرى على مستوى خفيف
صارت محصورة الأرقام كيف، وبالتالي بتكون هاي محطة أولى، بيرجع بياخد النفس وبنرجع بنعمل أكثر من هاي حتى يعني الوصول إلى تثبيت بيستجمعوا معلومات استخباراتية أكثر، وبيرجعوا بيعملوا عملية العسكرية بطريقة معينة، بيستفيدوا من الإخفاقات اللي بتصير قبل وبيقوى الترسانة العسكرية الناقصة و و و هذا بيرجع بيستكملوا، بيكون عم نطول بالحرب وعم نطول بعملية الإبادة وعم يقتل أطفال أكثر والدم عم يزيد أكثر. هيدا كمان نتيجته آخر شيء هو إنجاز عسكري، إذا ما قدر عمل إنجاز عسكري، إذا ما عمل تهجير، إذا ما عمل أرض غير صالحة للحياة بشكل كامل، اللي يقولون أنا خلصت من موضوع الغزة للأمر الواقع، دمار شامل، يعني بدل ما كبيت أم لزرية ما هلأ صار مكبوب أصلاً أكثر من 35 ألف طن، لا قد أربعة أو خمس أنا بزرية بالقيمة المتفجرة. بدنا نحكي مين اللي رح يطرح الحل السياسي، من الذي سيفرض أيضاً الحل السياسي بقطاع غزة؟ ما بعرف إذا بعدنا المبكر نحكي، بس أنه عم نتناقش بهذا الموضوع. بدنا نحكي شوي عن جبهة اللبنانية، وإذا بدك نتطرق شوي للملفات السياسية اللبنانية. مشاهدينا بعد هذا الفاصل خليكم معنا. حوار اليوم بكمل معكم مشاهدينا مع النائب السابق أستاذ حسن يعقوب. أستاذ حسن، يعني كنت عم تحكينا على الخيارات يعني المقبولة أو المعقولة اللي ممكن تذهب باتجاه الأمور بقطاع غزة تحديدا. إذا قلنا نحن إذا ظل يستجر الوقت مع نتنياهو بالطريقة اللي حكينا فيها قبل، في الطريقة الثانية أو السيناريو الثاني أنه فعلا حماس تبطل تقدر تقاتل، فعلا حماس اللي أنا المعطيات اللي عندي والمعلومات اللي عندي يعني قادرين أكثر، بعد عندهم إمكانات ومفاجآت أكبر، بعد في سلاح تاني ما استعملوه، بس ولكن عم بفترض بالسيناريو الثاني نواجعت حماس وبعثت خبر اني انا انوجعت. وبالتالي هيدا واحد من مؤشرات توسع الجبهة، مؤشرات دخول الجبهات الاخرى على الخط للضغط على اسرائيل اكثر، وهذا امر محظور بشكل مطلق عند الامريكان. الامريكان من اول نهار كل الخبرية تبع نتنياهو بعمله وبشيره وبحط له عقد، في عقدة عند الجيش الاسرائيلي وعند الاسرائيليين اسمها حزب الله. في عقدة، هاي العقدة هني أصلاً خايفين ما يصير عندهم عقدة تاني اسمها حماس، كان الموضوع الفلسطيني يعتبره ولا شيء. كان عندهم حزب الله هو العقدة اللي خلقت بال 2006 وفيما بعد، الآن عم يتشكل عندهم عقدة جديدة. هاي العقدة واحد يفكرها شغلة هيني، يعني أنت عم تحكي عن معركة من 40 يوم 41 يوم على الجبهة اللبنانية، نتائجها استراتيجية هائلة جدا. هاو الناس اللي بعضهم بيخففوا الأمور، أنت عم تحكي على 5-7 كيلومتر صار شبه فراغ بالميل الإسرائيلي، عم تحكي عن كل أدوات الرصد والرادارات وكل الكاميرات وكل الإمكانات والشعار عن بعد كلهم ضرب. عم تحكي عن عدم وجود مدني بالمطلق، وكل الموجودين هني عسكر خايف، عسكر مرعوب عم يتم اصطيادهم مثل واحد عم يتصيد. عم تحكي تداعيات بس بقطاع غزة ولا بفلسطين؟ لا، عم نحكي إذا انوجعت حماس حتى الجبهة هيدي التانية يخافوا منها، هيدا واحد من المؤشرات اللي بوقف الحرب. بوقف الحرب إنه أوعى تفوت الجبهات التانية على الخط. أوعى تفوت الجبهات التانية على الخط. طبعا بالجانب اليمني كتير مؤذي، ما حدا يفكر هذا الموقف اليمني إذا تصاعد تبعه، يعني اليوم ما نتفاجأ إذا انضرب شي سفينة بالبحر الأحمر، انفجرت سفينة بالبحر الأحمر وانضربت، ما حدا بيعرف قديش تداعياتها على المستوى الاستراتيجي الدولي. هذا الأمر ممكن يحصل بأي وقت بأي وقت. فإذا هذا الجو هو اللي بده آخر شيء يحط حد لهذه الإبادة الجماعية اللي عم تستمر. ونحن نذهب مباشرة بالتحضير مثل ما عم يصير الآن بالهدن وتبادل الأسرى، بالتحضير لدخول بمرحلة جديدة من المفاوضات. التحليل الموضوعي لنتائج المفاوضات هو بعد التدرج من الهدن إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلى تبييض السجون بالمقابل عند الإسرائيلي بهذا الملف، كمان حدوا التفاوض بالكلام عالميا عن حل الدولتين والعودة إلى قبول بمشروع حل الدولتين، ومضمون ما قيل بقمة 2002 ببيروت تبع القمة العربية اللي حكت بحرب بحدود 67. أنا شخصيا بعتقد أنه ليس الحل الموضوعي حنوصل له، حنوصل لشيء آخر. بعتقد سجلوا علي اليوم، بعتقد بعكس كل الحسابات المدروسة والمدوزنة بأنه لن تتوسع الساحات،
أنا برأيي ممكن أن تتوسع الحرب في الساحات، وممكن أن تدخل أطراف بشكل أكبر بكتير إلى الساحات، وممكن أن يحصل الضغط على إسرائيل أكبر بكتير بالساحات، وممكن هذا الموضوع يتطور إلى درجة يعلم بالمقابل شبه راية بيضاء، ويذهب إلى تفاوض حقيقي له علاقة، ليس حل الدولتين، له علاقة بدولة واحدة ولكن بمعادلة مختلفة تماما، بتوازن بين الموضوع الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بكثير من الأمور، مع اليد العليا طبعا تبقى للإسرائيليين والمجتمع الدولي برا والحركة الصهيونية، ولكن بشيء مختلف تماما. أنا رأيي الشخصي لا حياة للدولتين، لا حياة، لا وصول للدولة، لا يمكن بهذا الشكل. يعني تحكي دولة مختلطة بشعبين، دولة مختلطة هذه المرحلة إسرائيل. أنا برأيي ما قبل مرحلة الزوال حتكون بهاي المرحلة، مرحلة أنه ترجع الأمور كله بينزل سقفه وكله بينزل عن السجرة، تعالوا حتى نغير هذه العملية العنصرية بعد هاي الحرب. بعد هاي الحرب بده يبلش ينحكى عن تنزيل وتخفيض هذه العنصرية اللي كان عم يستعملها الإسرائيلي بالداخل ضد عرب 48. نحكي عن معادلة جديدة، خلصنا من قصة رام الله وقصة السلطة والطريقة التنسيق الأمني اللي كان عم يصير قبل كل هذه المشاريع اللي تبع أوسلو وادي عربة اللي وصلت لهون. عم نحكي عن شيء تاني تماما، لأنه نتائج الحرب إذا كبرت بإطار معين حيصير في وجع حقيقي وصرخة حقيقية لمنظري المشروع الأساس تبع الحركة الصهيونية بالعالم، اللي طبعا بدون يستنفروا لحماية ما تبقى وحتى لا يوصل الخطر إلى زوال هذا الكيان. أنا هذا رأيي الشخصي بعكس كل الكلام اللي عم ينحكى، بعكس كل الحياة، وهي أسقف بالخطابات السياسية رح تنزل، تذكري رح تنزل، خصوصا إذا هذا الأمر راح بهذا التطور الدراماتيك اللي عم بحكي عنه. اللي يبدو جنون نتنياهو أخذ الأمور لإلها، جنون نتنياهو اللي هو لوز خلص، خسار وخسر، وبالتالي شايف أنه ما بيصير عنده نجاة سياسية إلا لحتى يتقل الخطر أكبر على كل الكيان، وبالتالي تيجي كل القوى العظمى تقول له يا خيي تعال نشوف شيء بوجودك بهذا الموضوع، وهذا أمر أنا برأيي حتى كمان مش حيصير. لنرجع لعنا لهون، كيف رح يأثر إذا نحن رح نكون جزء من التسوية اللي رح تصير، اللي عم تقول إنه هي من الخيارات، كيف رح يتأثر لبنان، الدور الأمريكي بلبنان؟ أولاً نحن وهذا كلام أنا بقوله للجميع، نحن لا يعني أنا أتحدى أنا عم بحكي على مسؤوليتي، حسن يعقوب عم بحكي، أتحدى أن يهاجموا لبنان، أتحدى أن يطلعوا أكثر. هيدي قواعد الاشتباك اللي هي 17-01 راحت بالكيلومترات وبالكذا وإلى آخره وبالأدوات وبالنوع، ايه أنا مع أنه هيدي راحت، ولكن أكتر من هيك عم تحكي أنت عن شيء بيهدد وجود إسرائيل. أكبر شغلة موجودة عند الإسرائيلي وأكتر شغلة خطيرة بالتقييم عنده هو أنه بس اخترعوا لهم قصة سوريا وقصة الإرهابيين وداعش اللي تبينت أنه هي كمان اختراع صهيوني بهذا الموضوع، وانجر حزب الله إلى المعركة بسوريا، وبيعتبروا كانوا وقتها أنه حزب الله عقله عقل غريلا، والطريقة تبعه بالقتال عقيديا خلفية عقيدية غريلا، جابوله غريلا بالميل الثاني بخلفية عقيدية معاكسة، وهيدا بيوصل إلى دمار حزب الله. اللي صار أنه ساعة اللي انتصر حزب الله على هيدي الجماعات الإرهابية تغير حزب الله بموضوعه ووجوده من حزب أو مقاومة دفاعية عند المنظومة عسكرية دفاعية وتقاتل على أرضها وتعرف كيف تقاتل على أرضها، إلى منظومة هجومية تقاتل على أرض الغير. نجحت بهذا الموضوع، يعني أن انتقلت المقاومة من مشروع دفاعي إلى مشروع هجومي، وبالتالي الخشية من هجوم المقاومة إلى الداخل الإسرائيلي بسرعة وبقوة وبشكل صاعق وارد جدا بالتقييم العسكري والأمني الإسرائيلي. عم بحكي تقرير أنا أريانا، وبالتالي عندهم حالة رعب إذا قرر حزب الله أن يدخل إلى هذه المعركة، وكل هذا التهديد اللي عم تشوفيه بس يعلى الصوت كتير بالتهديد من الداخل الإسرائيلي، من وزير الخارجية، من وزير الدفاع جالانت، من غيره، بس تشوفي سقوف عالي بالتهديد، عرفي قديش مرعوبين، عرفي قديش خايفين، بس تشوفي هذا الكلام السري الأمريكي إنه أوعى وهاي الجبهة وكذا، تحذير وزير الدفاع الأمريكي من يومين بهذا الموضوع، هذا بيعني هذا الأمر. هذا واحد من الروادع المطلقة.
لا عاد حدا يخاف بلبنان. نحن هيدي الشغلة اللي عنا إياها هي الضمان الوحيد بأنه لبنان يبقى سليم. ونهار اللي بده حدا يفكر يتعدى على لبنان أو يدمر لبنان يعني عم يدمر معادلة دولية صار لها عم تنبنى مئات السنين اللي هي الكيان الصهيوني واللي ما حيجازف فيها وما حيخاطر فيها أبدا. لذلك اطمنوا نحن بلبنان أول حدا حنكون على طاولة التسويات بعد نهاية هاي الحرب. أول حدا حنكون بمعادلة التسوية بالمنطقة، لأنه حيصير في انحسار كبير لوجود قوى عظمى، وحيصير في تقدم كبير وتطور لمصالح شعوب مضطهدة ومظلومة بالعالم. بدك تعرفي أنه هيدا المعادلة هي المدخل الثاني بعد حرب أوكرانيا وروسيا بنشوء النظام الدولي الجديد. هذا هي الحلقة الثانية الأكبر بصعود النظام الدولي الجديد و اندحار أو نهاية النظام الدولي القديم أو القائم الآن الأحادي يعني الأحادي. وبالتالي في هناك تسوية جديدة، في هناك شكل جديد، في هناك استراتيجية وخرائط سياسية جديدة. نحن فعليا بلبنان حنكون من أولى أولوياتها لأن نحن الحلقة الأقوى، نحن الحلقة الأقوى بالمعادلة. كل العالم بيعرفوا أنه كل هذا المخاطر حول إسرائيل ومحور المقاومة موجود حول إسرائيل، أكبر حلقة فيه لبنان مش هيك؟ وبالتالي بهيدي المعادلة حتكون بالمقدمة فيما يتعلق بهذا الموضوع. حيصير في تشكل جديد بمعادلة تركيبة السياسي. يعني كيف رح نشوف انكفاء هذا الدور الأمريكي برئاسة الجمهورية؟ التوازنات كيف بتشوف؟ هاي واحدة من النتائج المباشرة، يعني هاي بسيطة بسيطة. يعني هنشوف مرشح. بس أنا شو مشكلتي؟ أنا مشكلتي دائما وبعرفها تاريخيا إنه مشروع المقاومة بس ينتصر بيروح بيعطي مكافآت للجانب الآخر. يعني أحسن شغلة للجانب الآخر هو وقت اللي بينتصر المقاومة بتروح تعطي مكافآت وبتبلش، لأنه في أحسن الطروادة قد ما بدك. هيدا خطأ استراتيجي يعني؟ لا، هيدا يمكن له علاقة بنظرة بعيدة كتير لحضانة الآخر ولضبضبة الموضوع وليعني مثل جبر الخواطر فيما يتعلق بهذا الأمر. أنا بالنسبة لي بعتبر أنه في عنا شيء ضروري وحتمي إجباري، هو نحن مجبورين نفوت بإعادة بناء الدولة، مجبورين نفوت بإعادة بناء المؤسسات بلبنان. ما في مجال لاستمرار الواقع اللي كان. أصلا ما في حماية لمنظومة المقاومة بدون دولة قوية، ما في حماية بدون مؤسسات قوية، ما في حماية بدون عدالة اجتماعية، ما في حماية بدون اضطهاد سياسي بشكل أو بآخر بمكان أو بآخر، وقرصنة وسرقة من ناس على ناس تانيين بالسياسة فيما يتعلق ببعض بالطوائف وبالمذاهب وبالمناطق وبالقوى و أنا برأيي إذا هذا الأمر ما انعكس عدالة أكثر بالمعادلة السياسية، بالمعادلة الاجتماعية، بالمعادلة الاقتصادية، إذا ما انعكس يعني بدك تشوفي واحدة من النتائج المباشرة أنه معقولة 180 مليار دولار نحن عنا نسرقه. اليوم ما حد عم يجيب سيرة رياض سلامة. رياض سلامة اللي كل موجود كل شيء تجمد يعني بعد. لا بل أكثر من ذلك، لا يوجد ولا واحد بالحبس. يعني إحنا عندنا أكبر سرقة بالتاريخ، ما في ولا واحد بالحبس. في عندك ودائع لكل الشعب اللبناني المقيم والمغترب، ما في حدا بالحبس، ما حدا عم يقول يا عمي مين عمل هيدي القصة. يعني عم نحكي عن راجح مش معروف مين. وبالتالي هاي المنظومة اللي هي مثل الدومينو، ممنوع كانت تهر، ممنوع تسقط بأي مكان، بدها تهر. إذا ما هرت هاي المنظومة استمرت نحن ما بنكون لربحنا ولا حققنا إنجازات، لأنه نحن فعليا التحرير بس تحرر أرضك وبس تحطي دم وتحطي شهداء وإلى آخره، تحرر اللي تعيشي بعز وكرامة. في شوية تناقض يعني، عم تقول إنه المقاومة تحتاج إلى كل هذا الإصلاح الذي يحتضن المقاومة، عم تقول انه المنظومه بدها توقع يعني بيوم من الايام، والبعض بيقول انه هذه المنظومه هي التي تحمي المقاومه. لا، هو هذا المنظومه تحمي هذه المقاومه. هو هذا اكبر خلل بالمعادله اللي موجوده. يمكن في جزء من هذه المنظومه شريك مع جزء من ما يسمى مقاومه هو مش مقاومه. نعم، هذا الحكي ممكن، ولكن بالنتيجه نحن بلبنان عندنا قدر حقيقي، هو انه قدر القوه هو الثابت، ثبت بالعالم كله أنه حق القوة هو الحقيقي مش قوة الحق، وثبت أنه آخر شيء الناس الوطنية. نعم، الناس الوطنية الحقيقية اللي هني صحابين الشعبية وصحابين الأرض.
مشاهدينا بدنا نتابع معكم بآخر دقيقتين مع الأستاذ حسن يعقوب لتكفي فكرتك، وكنت عم تحكي عن الفتنة السنية الشيعية كمان كيف أكيد تأثرت بهيدي أكيد أكيد. التطورات. أنت عم تحكي عن بناء طويل عريض من المشاريع الفتن و و و و عم تحكي عن عملية دمرتها تدمير كامل. يعني أنا برأيي الأكبر حليف اليوم هو نتنياهو للقضايا العادلة، بعكس ما حدا يفكر. يعني اليوم الفتنة الشيعية السنية انضربت بالكامل، هيدي غزة وكل المؤكلين المشروع اللي الفلسطينيين. بلشوا فيه على مدى أحسن سنوات على مدى السنوات بالربيع انضرب العربي. المشروع الإسلامي المسيحي، التفرقة الإسلامي المسيحي كمان انضربت. اليوم عم تضرب الكنائس وعم تضرب المساجد سوا. المشروع القدس كقدس فيما يتعلق بالخلفية الضميرية الوجدانية الإسلامية المسيحية الآن يرجع يتوحد. فإذا كل المشروع تبع التفرقة والفتن اللي بنت عليه المشروع الصهيوني كله عم ينضرب. عندك أنت هون بالداخل اللبناني بده كمان يصير في مصير بيشبه مصير. يعني اليوم أنا برأيي مثل محمود عباس بده يروح من المشهد. هلا بيزعلوا مني ما بيزعلوا مني، جماعة فتح كذا إلى آخره أصحابنا، بس هذا الموقف اليوم لم يعد يتناسب إطلاقا مع الوجدان والنبض الفلسطيني والمقاومة. لم يعد بتتخيل لم يعد. سلطة فلسطينية، فاللي بيشبهه محمود عباس عنا كمان بدهم يفلوا. يعني هودي المواقف تبع الوقف الرمادية، الرهان على التفاوض، الرهان على الحوار، الرهان على السلام، الرهان على الاتفاقات، الرهان على كل هيدي المشاريع. مش عم تعلي شوي سقف التوقعات؟ لا، أنا برأيي هذا من النتائج الحتمية. هاي من النتائج الحتمية، لأنه هيدا المستوى من الصدام، هيدا المستوى من المعركة وصلت إلى سقف جدا عالي. هيدا الإجرام اللي عم يصير إسرائيليا هيدا بيعكس المأزق الكبير تبع أساس المشروع. اليوم في محاولة استغلال واضحة بأنه إذا الجبهة تبع لبنان مع المقاومة اللبنانية اللي بين هلالين الشيعية اللي بيعطوها بيصنفوها بالعالم طلع ما حتصير، فبالتالي خلينا نستغل هذا الموضوع لنقول أنه الشيعة ما نصروا غزة. وإيران كان حكي مثل تقرير رويتر مبارح تبع لقاء هنية والسيد الخامنئي اللي نفي، تم نفيه. في مأزق حقيقي، عم يحاولوا يدوروا على أي مكسب فيما يتعلق بهذا السقوط والإخفاق الكبير. بسؤال أخير وباختصار شديد بموضوع التمديد لقائد الجيش، كيف شايف الأمور رايحة؟ موضوع التمديد لقائد الجيش، موضوع التمديد لقائد الجيش الآن ليس هناك محاولة تمديد لقائد الجيش، هناك محاولة إبقاء على مشروع مرشح لرئاسة الجمهورية، الإبقاء عليه مثل ما هو. لذلك أنا قائد الجيش صديقي وبعزه وبعرف أنه آدم كثير، ولكن سياق الموضوع مثل ما هو ماشي هلأ يبدو في دفع كبير أمريكي تحديدا فيما يتعلق بهذا الموضوع بالتمديد. أنا معلوماتي حتى الآن لم ينضج، المخارج صارت معروفين، حكيت كثير بالإعلام، الضابط الأعلى رتبة أو قائد الأركان أو تعيينات بكل. اليوم في وزير الدفاع محضر مشروع كامل فيما يتعلق بملء الشواغر، مشروع كامل محضره وسيقدم إلى رئيس الحكومة. نعم. إذا تم اعتماده، ولا أظن أشك بذلك، لن يتم اعتماده، ممكن يروحوا على مشكلة قانونية ليفوتوا بموضوع تمديد داخل مجلس الوزراء من دون اقتراح من وزير الدفاع، تجاوز وزير الدفاع فيما يتعلق بهذا الموضوع، ومرجع منفوت بسجال طويل عريض، وهذا إضعاف لموقع قيادة الجيش بشكل أساسي. إذا ما كان متين التمديد، إذا ما تأخير التسريح، هو أصلا ما فيه حكي تمديد، نعم، في تأجيل التسريح، تأجيل التسريح مثل ما حصل مع القائد جان أهوجي. نعم. بدي أتشكرك جزيل الشكر أستاذ حسن يعقوب رئيس حركة النهج على هذه المقابلة. بدي أتشكركم مشاهدينا، إلى وقت لاحق، إلى اللقاء.